ساعتنا الثانية ضيفنا في الانترفيو اليوم ماضي ساعة وربع عضو هيئة الانتخابات أيمن بوغطاس. 5 أيام تقريبا على انطلاق الحملة الانتخابية رئاسية 2024، كيفاش كانت الاستعدادات وين مواصلين؟ هل هناك خروقات تجاوزات الجدل وعدة نقاط أخرى اليوم في علاقة بعمل هيئة الانتخابات وعدة تفاصيل أسئلة نطرحوها على ضيفنا أيمن بوغطاس في ساعتنا الثانية. وفي ساعتنا الأولى بالبومت العريض عودة على تصريحات وزارة التربية التي تتعهد وتعلن تسوية ملف القائمين والمرشدين التطبيقيين في أقرب الأجال، وأخيرا صدور المرسوم المتعلق بالمجلس الأعلى للتربية والتعليم بالرائد الرسمي في العالم. هل يعجل الهجوم السيبرني على أجهزة اتصال حزب الله البارح بالمواجهة مع الكيان الصهيوني؟ التفاصيل هذه وغيرها نرجع عليها بعد شوية بالبونت العريض في عينك على الإدارة. ذي يحكي لهم وزارات ستارت اب ونمشي معها أيضا لمقر لبي ندوة صحفية اليوم في علاقة بالتفاصيل هذه ودعم المؤسسات الناشئة خاصة وأصحاب الشباب أصحاب المشاريع الصغرى. تحياتي لكم، مرحبا، تنجموا تتابعونا على صفحتنا الإذاعة الوطنية غاديو تونيزيان سوغ فيسبوك وصفحة البرنامج ستوديو الوطنية. خالد كرونة تحياتي. تحياتنا لكل مستمعات ومستمعي الإذاعة الوطنية وإليكم جميعا، وإن شاء الله نكونوا في محل الإفادة دائما. أيمن تلفور في الإخراج، زهر رمي مجول في التنسيق، زهر بن حميدة ودالي نصري أمنون اللايف ستريمينج، سامي وذي ورفيق فريق الأعداد تسويت. رفيق تحياتي بالبنت العريض. بالبنت العريض، اهلا وسهلا زينة، مرحبا سي خالد، مرحبا باللي يسمعوا فينا الكل واللي يتفرجوا فينا. اول مواضيعنا اليوم في بالبنت العريض بس نرجعوا على تصريحات ضيفنا البارح مدير عام الموارد البشريه في وزاره التربيه محمد الجزوني، اللي كان تحدث في جمله من الملفات والمسائل العالقه من بينها مساله تسويه وضعيه المرشدين التطبيقيين واعوان التطهير. الجزوني قال كونه تم التثبت والتدقيق في الملف هذايا اللي هو في مراحله الاخيره بعد تعهد الهيئة الرقابية الإدارية العليا بالملف، لأنه في علاقة بمناظرة قديمة ترجع العام 2018. ضيفنا قال كونه فما 1228 من المرشدين وعوان التطهير مراكزهم موجودة والتسوية النهائية في طريقها. ملف هذا اللي هو يعرف بملف المرشدين التطبيقيين وأعوان التأطير، ملف قديم، ملف خذا حظه من التثبت والتدقيق. الآن نجم نقول في المرحلة الختامية. اللي يهمنا اليوم أنه 1228 من المرشدين التطبيقيين وأعوان التأطير هما مراكزهم موجودة في وزارة التربية، يشتغلون منذ مدة بنظام التعاقد، هم في مراكز شاغرة فعلا ونحن في حاجة إليهم، احتجناهم وما زلنا ولا نزال، فقط التسوية النهائية في طريقها باعتبار أنه المنطلق هذه السنة الدراسية كل ملف التعاقد بكل أشكاله سيشهد تقنين ومعالجة قانونية تضمن حقوق الجميع. شوية صبر باعتبار أنه صحيح ربما الفترة الأخيرة تم التركيز على ملف المدرسين النواب سواء ابتدائي أو ثانوي، الآن الموضوع هذا كيف يأخذ حيز كبير من الاهتمام، وإن شاء الله في الأيام القليلة القادمة سيكون الخطاب أوضح وواضح فيما يتعلق بمستقبل هذا السلك الذي نعزه ونجله. يعني ملف القائمين والمرشدين التطبيقيين قريبا إلى التسوية. نعم، وإن شاء الله في قانون المالية 2025 ستكون لوزارة التربية حظ كبير في سد جزء من شغلاتها في كل أسلاك. خالد كرونة، ملف القائمين والقائمين العامين المرشدين التطبيقيين وبرشة جدل في هذا، خاصة القائمين والمرشدين التطبيقيين مطالبتهم بالانتداب بالتسوية وغيره، والبارحة حركات وتحركات صارت بكامل تراب الجمهورية. جاوبتهم وزارة التربية مشكورة عنا هوني في استوديو الوطنية، تتعهد رسميا بتسوية ملف القائمين والمرشدين. يعني بطبيعة الناس سمعوا، وهذه حكاية مربوطة بملف كامل اللي هو ملف التعاقد، وملف أشمل اللي هو ملف يعني التشغيل الهش اللي ثم قرار سياسي معلن الآن بطي هذه الصفحة. لكن من الناحية الإجرائية
ثم صعوبات، ثم صعوبات اولا لانك عندما هذه مثلا تتعلق بالمرشدين التطبيقيين فقط، يعني مثلا مربوطه بالمعلمين ومربوطه بالاساتذه ومربوطه باسلاك مختلفه لتشتغل في وزاره التربيه بالطبيعه. يعني هو هي فقط قضيه، هو فقط سي خالد يعني ضيفنا قال كونه باش يتم الان الالتفات لملف العوان التاطير والمرشدين التطبيقيين باش ياخذوا حظهم، يعني بما انه الفتره اللي فاتت كان الحديث كله على ملف الاساتذه والمعلمين. إيه لانه في الحقيقه هو القرار السياسي حين اعلن يهم الكل، لكن ربما إعلاميا أو ما يتداول تم التركيز بمناسبة التعودة المدرسية وبمناسبة وجود الشغورات في المؤسسات التربوية، تم التركيز أكثر على الكادر الذي يباشر العلاقة اليومية في الأقسام بالتلاميذ. لكن المسألة أعمق من هذه باش نجم نفهموها، اللي ثم الصعوبات أولا هو سي محمد البارح أنا استمعت إلى الحوار أشار لأن ثم الصعوبات ما زالت متعلقة يعني بالأوامر الترتيبية التي ما زالت لم تصدر والتي ستحتاج ربما بعضها سيحتاج إلى أيام حسب ما فهمنا مما صرح به، وربما يحتاج بعض إلى بضعة أسابيع. لكن ثم غموض، لأنه حين سئل في البرنامج وقت اللي سألتيه قال مثلا ما عنديش فكرة هل أنه لا حتى بالنسبة للمعلمين وبالنسبة هل سيتم تقسيمهم على دفعتين على ثلاثة، العملية متاع استيعابهم خاطر الأمر لم يصدر بعد، مش خاطر الأمر لم يصدر بعد فقط أو يعطي على خاطر الأمر من جمش يصدر من غير ما يكون عنده علاقة بوزارات أخرى ذات صلة بوزارة الشؤون الاجتماعية وبوزارة المالية بالخصوص، لأنه اتخاذ قرار بإنهاء التشغيل الهش في قطاع يضم آلاف من الذين يتم تشغيلهم تشغيل الهش يعني أعباء محددة في الميزانية، ويعني أعباء أخرى زادة أعباء بيداغوجية، لأنك أنت ما تجمش تستوعبهم من غير ما تعمل تكوين جدي يسمح بإدماجهم بصفة نهائية ليكون لا ينبغي أن ننسى سيكونون أمناء على تربية أجيال متلاحقة. يعني المسألة يجب أن نخزر لها من هذا الجانب، وعلى أي حال الأيام القادمة وقت تخرج الأوامر الترتيبية تو نعرفوا هل معاناة الناس هذوما باش توفى سريعا ولا لا، مع العلم ان السلك السلك هذا راهو سلك يسمى محدود، معناه ما فيش شارج كبيرة بالنسبة لوزارة التربية سلك المرشدين، لأنه العدد نتاعهم ما نجموش نقارنوه بعدد المدرسين النواب. يعني تنجم الوزاره في الاوامر الترتيبيه تنجم تعطي اولويه للسلك هذايا وتسكر الملف نهائيا. سنرى على كل حال. هو حسب نعود ذكر وحسب حوارنا البارح ممثل وزاره التربيه سي محمد الجزوني اكد وانه الوزاره وتعهدت ومتعهده بتسويه ملف القائمين والمرشدين التطبيقيين، ما فيهش تراجع على الملف إن هي موجودة في الأثناء، الوزارة تنتظر في صدور الأوامر الترتيبية في الغرض. حتى كيف أنت قلت على الدفعات سألته فما دفعة أولى هو ثابت باش يتم إدماجهم على مراحل، فما دفعة أولى قديش العدد وكيفه مازلنا ما نعرفوش، نعود نقول في انتظار صدور الأوامر الترتيبية. أيضا بقية الدفعات كيفاش باش يكونوا هذا اللي نفهموه وأكيد يقعد محل متابعة. هل باش يباشروا أم لا؟ هو قال البارح باش يبعثوا لهم دي SMS السيد فلان أو السيدة فلانة معنية بالالتحاق بالمدرسة كذا، نستنيه في يعني هو يتحدث وعيد. بالأساس على سمعته باش يتم إدماجه، هي خطر حتى المعلمين النواب والأساتذة النواب مازال ما وصلتهمش إشعارات بمباشرة مراكز عملهم، وبطبيعة الحال السنة الدراسية لا تنتظر وينبغي أن تنطلق. يعني تأخير ببضعة أيام لا يمثل ضررا فادحا، ولكن الوزارة حسب ما فهمنا من كلام سي الجزوني يوم أمس اللي باش تدارك الأمر خلال يوم أو يومين، يعني نجم نقوله في أسوأ الحالات بعد 4-5 أيام أخرين الشغورات تكون بالنسبة عالية، ممكن بنسبة 80-90% أكثر شوية ربما إن شاء الله 100%. لا حتى بالنسبة للكادر الذي بالنسبة للمربين يعني القائمين خطر كلامه يحكي على الكل والمرشدين 1228 هذاك عدد قليل، قلت لك نجموا أصلا تنجم الوزارة تسويه الموضوع ذاك بسرعة. طيب نواصل نواصل زينة مع ثانية مواضيعنا اللي هو في نفس السياق التربوي وموضوع التعليم. البارح صدر في العدد الأخر من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية المرسوم عدد 2 لسنة 2024 المتعلق بتنظيم المجلس الأعلى للتربية والتعليم في تونس. أخيرا هذا المجلس يرى النور
على الأقل في علاقة توا بالجانب الرسمي، بما أنه المرسوم هذايا نص على كونه المجلس الأعلى للتربية والتعليم هو هيئة دستورية تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلالية المالية، يكون مقرها تونس العاصمة. المرسوم ضبط تركيبة المجلس الأعلى للتربية والتعليم، اختصاصاته، طرق سيره، ومن المنتظر أنه يقوم رئيس الدولة بأمر دعوة المجلس باش يعقد جلسته الافتتاحية اللي باش يترأسها الوزير الأكبر سنا من بين الوزراء المكلفين بالقطاعات المعنية في التربية المجلس. والتعليم والتشغيل والتكوين، بتبيع زينة التربية، التعليم العالي والبحث العلمي، التشغيل، نلقاو زادة الشؤون الدينية والشؤون الثقافية والأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن. نسمعوا تصريح كاتب عام المنظمة التونسية، نسمعوه بعد ما نستسمحكم نرفع أذن الظهر بتوقيت تونس ورجعين. إذاعة الجمهورية التونسية، مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. استوديو الوطنية، فضاء مفتوح للقاءات والمتابعات مع زينة الزيدي. رفعنا لحضراتكم أذان الظهر بتوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. هذا استوديو الوطنية بالبونت العريض، نحكيه على صدور المرسوم المتعلق بالمجلس الأعلى للتربية والتعليم بالرائد الرسمي، واللي كان قبل الأذان تحدث رفيق قدريدي على المرسوم وما نص عليه، وخاصة الفصل 2 اللي أكدوا أنه المجلس الأعلى للتربية والتعليم هيئة دستورية تتمتع بالاستقلال القانوني والمادي. نسمع معك التصريح. تصريح زينة الأستاذ عامر الجريدي، كاتب عام المنظمة التونسية للتربية والأسرة، ليوضح مهام المجلس هذا وأهم مشمولاته الاستراتيجية. مجالس النوعية هي مجالس استراتيجية، معناها موضوعها هي خبراتي بالأساس، موضوعها التفكير استراتيجي، يعني ما هوش منتدى، هو هي بتاع التفكير مجعولة للخبرات، للناس اللي الراسخين في العلم وفي المعرفة في الخبرة. المشمولة تاعه مشمولة سياسية، يعني يقترح السياسة التعليمية، يقترح الرؤية، ثم فيه هيئة خبراء
الخبراء وهيئة التقييم، يعني تقييم مسار المنظومة ككل، يعني مش دوره الكتب المدرسية ولا زمن المدرسي ولا يعطي رأي، لكن التوجهات الكبرى. التوجهات الكبرى خالد كرونة، هل هذا منطلق لمؤسسة التعليم وإصلاح التعليم العمومي اليوم؟ ينبغي أن نلاحظ أولا أن فكرة إنشاء مجلس أعلى للتربية هي فكرة تم تداولها في يعني في الشارع التونسي منذ سنوات، وباتت مطلبا تقريبا هو المطلب الوحيد الذي تكاد تجمع عليه كل الأطياف مهما كان اختلافها، لأنه ثم وعي عام بأنه مسألة المدرسة مسألة معناها أعلى شوية من التجاذب السياسي ومن التنافس السياسي، وإنما هي مسألة تهم مستقبل البلاد، وهذا نقطة إيجابية. لكن من ما عندناش وقت باش نخوضوا في الأسباب اللي تأجل عليها الأمر ذا وعلاش تأخر يعني تشكيل هذا المجلس. الآن عندنا مرسوم صدر يعلن أو يضع قطار هذا المجلس على سكته، رغم اللي ثم برشا أسئلة أتوقع بعد يعني في الردود الفعل التي ستحصل هناك أسئلة كثيرة سوف تحصل أو سوف توجد، لأنه تركيبة المجلس فيها 7 وزراء كما كان يحكي رفيق بريدي من الضحين، وفيها خبراء. شكون هي هذه هيئة الخبراء؟ رئيس هيئة الخبراء. أي هيئة دقيقة. وشكون هي هذه هيئة التقييم؟ وكيفاش يتعينوا؟ لأنه هذه المسألة ما زالت ثم جوانب ترتيبية باش تصير. والأهم من هذا الشريك الاجتماعي أشار له المرسوم بأنه نجم يحضر فيما يتعلق بالمداولات التي تتصل فقط بالحق النقابي دون سواها. لا، والنقابة الأكثر تمثيلا، عندك 6 لا النقابة الأكثر تمثيلا، هذاك حاجة طبيعية، هذاك إجراء ديمقراطي. نعم. معناها ما نجمش يكون محل خلاف. نعم. لأنه المرسوم وقت اللي يخرج نجم يفترض في بلاد فيها تعددية نقابية نجم يكون ثم تغيير في يوم ما في موازين القوى بين النقابات. بالطبيعة دائما الطرف الذي يحضر هو الطرف الأكثر تمثيلية للقطاع واللي تم اختياره من النقابة. هذا معناها هذا لا يثير مشكلا. الأسئلة اللي ممكن تثار واللي احنا بشوية وقت يزمنا نعالجها، شنو مستوى يعني التقرير اللي سمعناه منذ حين رسم السياسات العامة في شؤون التعليم اللي هو حاجة مهمة. ثم أسئلة تطرح زاد من ناحية الشكل، احنا عندنا برلمان بغرفتين، علاش نعملوا مرسوم وقت اللي هو كان ينجم يكون أمر التربية يفتح نقاش عمومي حول مستقبل البلاد وحول تركيبة هذا المجلس وحول أدائه؟ يعني هذا نقاش قانوني زادة ينجم يتثار، معناها رئاسة الجمهورية تعرفه في القانون، تنجم تقدم مشاريع قوانين للبرلمان وتنجم تطلب استعجال النظر، ما الداعي لإصدار مرسوم دون المرور بالبرلمان؟ يعني حبيت نقول المرسوم هذا جديد، صدر أمس كما الناس كل يعرفوا، ردود الفعل عليه مازال من أصحاب الشأن من الطرف الاجتماعي ومن مدرسين ومن القانونيين. كل مازال في قيد يعني مازال يتلمسوا مازال في القراءة الأولى لهذا المرسوم. أنا أعتبر أنه باش نبنيه على حاجة جيدة، فكرة الانتقال من شعار مجلس أعلى للتربية إلى وجوده في الواقع حاجة مهمة. ولكن على هيئة الخبراء مثلا وهيئة التقييم، هيئة الخبراء اللي أشار لها طبعا المرسوم فيها تقريبا 14 عضو خبير من الكفاءات. اي لكن معناها شوف وقت اللي يقول لك مثلا اللي ما عندهمش اقل من 15 عام خبره، معني مثلا حتى كي يتحدث على اعضاء التركيب هيئة عليا للمجلس، هذا اللي فهمناه من المرسوم، وفما فيها عضوية هيئة التقييم وعضوية هيئة الخبراء. لكن الأعضاء اللي يحكي عليهم المرسوم مثلا بالحرف يقول المرسوم 7 أعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة في المجالات المتعلقة بمهام المجلس يتم تعيينهم بأمر. أي شنو المعايير، شنو المقاييس؟ بالنسبة لي أنا هذاك يعطي من بعد مستوى الجدوى، يعني كيقول راهو كيف نقرأ نص قانوني، مش الغاية هي أنه دائما إما التأثيم، راهو ثم أي نص قانوني هو نص دائما فيه زوايا خاوية أو زوايا يمكن أن تحدث متاعب. احنا نحبه بشوية بشوية كي باش نبنيه مؤسسة على هذه الأهمية في مستقبل بلادنا تكون الأمور واضحة قدر المستطاع. أنت تحكوني من الزاوية القانونية والأمور الشكلية، أعطيني في الأثنين الأبعاد، هل هذا المجلس أهم اليوم
ما المهم الموكولة ليه بالأساس إصلاح التعليم؟ المهم الموكولة ليه رسم السياسات العامة في التعليم. وهذاك علاش؟ وعودة الثقة في المدرسة. وهذاك على أي هذا طموح. وأنا قلت بديت كلامي قلت لي المسألة هذه يكاد يجمع عليها التونسيون. لكن وقت ندخل للتفاصيل باش نجاوب على السؤال أي مدرسة نريد؟ ما هي الشروط يعني إلى أين ينبغي أن تتجه المدرسة؟ هذيك حكاية ينجم يختلفوا فيها ويختلفوا فيها الناس مش لأسباب سياسية فقط، يختلفوا فيها حتى الأسباب التقنية، يختلفوا فيها حتى الخبراء، لأنه البحث في مؤسسات كما هذه ينبغي أن يتجه إلى أقصر السبل لتحقيق النجاعة. خاطر كي تجي تمس قطاع تاع التعليم تشوف البلدان، تشوف الدنمارك، تشوف فنلندا، تشوف كندا، تشوف البلدان اللي فيها ما يسمى معيار جودة التعليم. جودة التعليم يجب أن تعرفوا اللي هي جودة التعليم مكلفة. هل احنا عندنا الامكان؟ احنا مازلنا وحلين في النواب عندنا صعوبات ماليه في ادماجهم وفي معناها خلق حاله من الاستقرار في الكادر في المؤسسات اللي هي فتره مؤقته. يعني شوف ايه فما بالك راهو جوده التعليم اللي والمهام اللي باش يواجهها المجلس هذا مهام خطيره بمعنى مهمه بمعنى انها عميقه، لانها باش تتمس الزمن المدرسي. كي نقول تمس الزمن المدرسي معناها تمس الحياه اليوميه للعائله التونسيه. النجم يقترح ايضا باش تمس المناهج، باش تمس الضوارب، يعني باش تمس الرؤيه للتعليم وسؤال ما الذي نريده من المدرسه؟ لان ما كنا نريده قبل 30 عاما لا يمكن ان يكون ما نريده اليوم. المجلس موكول ليه هو انه يعمل تقرير سنوي حول اعماله يرفعها لرئيس الجمهوريه، تولى رئيس الجمهوريه توجيه التقرير بدوره الى كل من رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس المجلس الوطني لهيئه الاقاليم والجهات حسب ما جاء في الرايد الرسمي، ثم يتنشر التقرير يعني باش يكون مفتوح في طرح حق النفاذ للمعلومه للجميع. ايضا المجلس باعتباره دستوريه بطبيعه معناها ما ثمش هيئه دستوريه سمحنا على المقاطعه، فما شيء دستوريه ما تعملش تقريرها السنوي وما تقدموش للسلطات، هذا امر طبيعي. حسب المرسوم الرئاسي اللي اصدر الفصل 13 تبقى للمرسوم فانه المجلس يبدي رايه في كل ما يتعلق اليوم بمشاريع المعروضه عليه في اساس بالتعليم. اي موضوع في التعليم المجلس اليوم مخول له انه وكل المسائل دون استثناء اللي نص عليها الفصل 135 من الدستور، وفي المسائل ايضا اللي اما يعرضها رئيس الجمهوريه في حد ذاته او رئيس مجلس النواب او رئيس مجلس الوطني للجهات والاقاليم. يعني هذا هيئه دستوريه قلنا قبيله راهي مستقله ماليا وقانونيا وهيئه تقرر تبدي الراي نجم ترفع الفيتو. تقرر هذه مسألة قبل للنقاش لأن هي ما عندهاش حسب ما قلنا المرسوم. شنو هذا الفصل والمرسوم ماذا ينص عليه؟ لا المرسوم ما يعطيش وفق قراءتي على الأقل الأولية، أنا مانيش كبير في القانون. أما المرسوم ما يخولش للهيئة هذه الهيئة العليا للمجلس أنها تكون عندها قرارات ملزمة في تنفيذها تلتزم بها وزارة التربية أو وزارة التعليم العالي. إبداء الرأي شماني؟ هي إبداء الرأي شيء ومباشرة تغييرات جوهرية بسلطة القانون النافذة أمر آخر. إيش معناها؟ معناها المجلس هذايا باش يكون فيه ناس خبراء، باش يكون فيه ناس درسوا واقع العملية واقع المدرسة التونسية، باش يحاولوا يرسموا مخططات استراتيجية بعيدة المدى، بعضها متوسط المدى بعضها بعيد المدى، الجهود الإصلاح المحتملة واللي يراوها هي الصائبة، وبعدين السلطة السياسية هي اللي عندها التقدير فيما تأخذه. يعني أنت تعطي رأيك خالد كرونة وأنا لي سديد النظر. هذاك هو المرسوم شقول اللي فهمته سي خالد يظهر لي كونه عندها دور استشاري ماهوش دور تقريري. مش دور تقريري خلافا سمح لي خلافا لطموحات الناس. كنت تتفكر السنوات الماضية وقت اللي الناس رفعوا الشعار هذايا كانوا يسخايلوا، وهذا هو بيدوز الأمر مش معقول، أما كانوا يسخايلوا لمجلس أعلى للتربية كانوا باش يلغي دور وزير التعليم العالي وباش يلغي دور وزير التربية وباش يقول لي هو اللي قرر رغم اللي هما الوزراء هذوما طبعا حاضرين فيه. الاستشاره الوطنيه اللي صارت الاستشاره الوطنيه بخصوص اصلاح التعليم اللي حسب كل التصريحات الرسميه وزير التربيه الاسبق وغيره ياكدوا انها الهدف من الاستشاره رؤيه شامله لاصلاح نظام التربيه والتعليم اللي سالتك عليه قبيله بمختلف المراحل. معناها تاخذ راي التلميذ راي المتدخلين الكل بما فيهم الطلبه المتكونين المدرسين والاولياء خاصه. انا اعتقد اللي معناها باش نكونوا واضحين ودقيقين في كل يعني نشوف التجارب المقارنه الدول اللي حاولت عملت قفزه نحو ما كنت اتحدث عنها اللي هو جوده التعليم
راهو ما ينجمش ما ينجمش المتعلم يعرف هو كما المريض ما ينجمش يعرف هو شنو علبة الدواء اللي حاجته بها. الاستشارة ربما كانت الغاية منها تحسيس الناس بأن هذا البلد يتهيأ لإجراء تغييرات كبيرة في التربية. أما ما نتصورش كان هيئة الخبراء باش تعتمد الأجوبة اللي اعطوها تلم عمرهم 12 و13 عام، مش احتقارا مش احتقارا لهم، لا لا، لأنه في كل بلدان الدنيا الناس اللي ترسم سياسات هي الناس اللي عندها خبرة استراتيجية وعندها تتوفر فيها ملكات بعد النظر وربط الإمكانيات الموجودة، الإمكانيات المادية والبشرية بالتحولات القادمة. نشوف بلدان أخرى، ثم بلدان يجي نتوى عام 2024 يقول لك أنا عام 2050 قدش عندي من إعدادية جديدة وقدش عندي من ليسي وقدش نحتاج من كادر. أنا متفائلة خالد كنونا رفيق دريدي كيف متفائل أكيد. فينالمون يصدر المرسوم المتعلق بالمجلس الأعلى للتربية والتعليم بالرائد الرسمي، وهذه خطوة في اتجاه مؤسسة وأصلاح التعليم العمومي. وهذا يا زينب باش ياخذ وقت راهو من المنتظر، ماهيش باش تكون حاجه راهي دون لي ميديا، ماهيش باش تكون حاجه توا باش تصير، لانه اذا كان نحكيو على رسم توجهات واستراتيجيات كبرى على الاقل يكونوا فما 4-5-6 سنوات باش ممكن نراو التطبيق المخرجات ممكن نتاع الاعمال هذه، لانه مش بالساهل باش تتراجع برامج تقريبا عندها اكثر من 30 سنه ما تراجعتش، بخلاف بطبيعه اعتماد نظام الكفايات اللي هو صار ممكن في اول الالفينات، هذاك يخص التعليم الابتدائي، لكن انما بالنسبه للتعليم الاعدادي والتعليم الثانوي محتاجين كونه يتم تركيز المجلس هذا في اسرع وقت وانطلاق في العمل، وعلاش لا تطبيق ما يمكن تطبيقه في اقرب الاوقات. على كل انطلقت الخطوات الاولى، ما نحكم الا ما نشوف بالضبط زينا. وهذا هو مسار السلاح اللي يبدا زاد بالاساس بتنقيط المناخ الاجتماعي ساعه في علاقه بالمؤسسه التربويه، ومن ثم الانطلاق بطبيعه المهم ياسر كونه تم تسويه وضعيه الساده النواب اعوان التاطير المرشدين والقائمين تنظيم الحياه المدرسيه بالضبط. التنظيم يبدا بتنقيط المناخ الاجتماعي ومن ثم رسم التوجهات والاستراتيجيات. ومهما كان المناخ الاجتماعي نتاعنا الحمد لله ليه مش كيما الوضع وين باش تهزنا سي رفيق الى لبنان. الوضع في لبنان وين تتواصل جرائم الكيان الصهيوني ومسلسل الاعتداءات على الاراضي اللبنانيه، والبارحه عمليه نوعيه تسميت بعمليه البيجر اللي هو جهاز الاتصال اللاسلكي. نبداو باخر حصيله ساعه للعمليه هذه، وزير الصحه اللبناني فراس الابيض اعلن في ندوه صحفيه اليوم الصباح ارتفاع عدد ضحايا تفجير اجهزه بيجر للاتصالات ل 12 شهيد من بينهم زوز أطفال، وعدد الإصابات يتراوح بين 2750 و2800 جريح من بينهم 300 إصابة توصفت إصابتهم بالحرجة. بالنسبة لتفاصيل العملية المعطيات الأولية تقول حتى التوى كونه جهاز الاستخبارات الصهيوني الموساد استطاع كونه يوصل لأجهزة اتصال لاسلكي كان استوردها حزب الله قبل تسليمها لأعضاء. الانفجارات البارح كانت تقريبا من شمال لبنان إلى جنوبها في توقيت متزامن، انفجار أجهزة البيجر اللاسلكية والأجهزة هذه انفجرت كما قلنا بشكل متزامن، والمعطيات تقول كونه جهاز الموساد اعترض شحنات أجهزة البيجر قبل ما توصل لأعضاء حزب الله. ما زال حتى تو ما تحددش وين تم اعتراض والتدخل على مستوى سلسلة التوريد، والمعطيات زاد الأولية تقول كونه جهاز الموساد تمكن من زرع مادة متفجرة وقوية برشا اللي هي مادة البنتريت اللي هي من أكثر المواد الانفجارية الموجودة حاليا، وكانت تم تركيزها بجانب بطاريات الأجهزة هذه اللي شفنا برشا فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية اللي توري كيفاش انفجرت الأجهزة. واللي تفرجوا فينا على في ستريمينج نجموا يفهموا أو يشوفوا الأباري الأجهزة اللي نحكيوا عليها البيجر موجودة على صفحتنا على في ستريمينج حاليا. الشركة المصنعة، الشركة اللي قامت بالشحن والطريق البحري ولا الجوي اللي وصلت منه ذكرونا الأجهزة، هذم تقريبا اللي نجم يقولوا صار من خلالهم تفخيخ الأجهزة، تفخيخ البيجر. أولا صعب باش نترحموا على الناس اللي توفى والناس الشهداء، وإن شاء الله تكون القائمة تقفل هنا، لأنه ما سمعناه من المسؤولين اللبنانيين أن هناك عدد لا بأس به
من المصابين حالتهم حرجة 2750 لا لا نحكي على الناس حالتهم حرجة يمكن بين 200 وبين 300 كما قال رفيق. على أي حال الجانب التحقيقات ما زال الوقت مبكرا لاعتماد يعني ما توصلوا إليه، لكن الفكرة العامة أنه من الواضح لا الشركة المصدرة عندها مصلحة في هذا ولا الطرف المتلقي، واضح اللي ثم اعتراض في الوسط ثم خدمة بصمة المصاد واضحة. من الناحية السياسية وهو الأهم، الصهاينة ينبغي أن نعترف بأن هذا يمكن اعتباره انتصار تكتيكي مهم بالنسبة إلى الصهاينة في هذه اللحظة التاريخية من الصراع بعد 348 يوم من انطلاق الحرب في غزة. أبعاد المسألة كي نفكروا فيها بشوية هدوء، الصهاينة لقوا رواحهم في وضع أنه يسيرون نحو الهزيمة الاستراتيجية. ايش معناها يسيرون نحو الهزيمة الاستراتيجية؟ قطر نجم الناس تسمعوني يقولوا كيفاش هاو غزة كل دمروها وحطموها. في الحروب نتائج الحرب لا تتحدد بكم قتلت وبماذا حطمت، نتائج الحرب تتحدد بحاجة واحدة، هل حققت أهداف الحملة؟ نتذكر الناس كل الصهاينة عملوا عناوين للحملة منذ البداية اللي هي تفكيك المقاومة ومنظماتها وبالخصوص حماس، واللي هي استعادة اللي سموا فيهم هم المخطوفين اللي هم الأسرى اللي عن الأسرى اللي عن، وبالنسبة لهم إنهاء النزاع في غزة ووضعها في وضع استقرار. عمليا حتى هدف من الأهداف اللي أعلنوه الصهاينة ما وصلوا له، رغم اللي احنا وصلنا عدد قياسي في الشهداء ورغم اللي هم سواه وغزة بالأرض، يعني نفس الحكاية اللي صارت قبل في الحملة الأمريكية على العراق، نفس الحكاية. النتيجة كانت عكسية، المنظومة اللي كانت تقدم في روحها الصهاينة فيها اللي هي أقوى جيش في المنطقة، اتضح أن هو الجيش هذايا جيش ما ينجمش يقعد 48 ساعة من غير ما يتلقى الإسناد الأمريكي المباشر، وثم جسر جوي لا يتوقف. هذا واحد. الجانب الثاني الجانب التقني، التقنيين الأمريكيين أبار هذايا الأقمار الصناعية وغيرها، ما ينجمش الجيش الصهيوني يعمل حتى شيء من غير الدعم المباشر الأمريكي. إيش معناها؟ معناها ظهر الجيش الصهيوني جيش مهشم، جيش محطم وما عندوش قدرة. وفي مقابل ذلك السياسيين يحبوا ديما يروعونا ويلعبوا على الحرب النفسية، باش نعملوا حرب في لبنان، باش نعملوا حرب إقليمية، باش نعملوا طرشنية، وقت اللي أنت مهزوم استراتيجيا ما تنجمش توسع دائرة الحرب، يستحيل تصير. لكن شو نجموا يعملوا؟ ينجموا يعملوا انتصارات تكتيكية كما اللي صار هذايا. نذكركم ثم انتصار تكتيكي داخل عملوه الصهاينة خلال المدة الماضية وقت اللي استعادوا زوز من مختطفين، لكن هذا ما يغيرش المختطفين كما يسمونه لهم بانتصارات، لكن عمليا لا. احنا ينبغي ان نسمي الامور باسماء، هذاك انتصار جزئي يعني انتصار تكتيكي، موش انتصار. بالعكس اللي صار الاسبوع اللي فات مع الصاروخ القادم من اليمن، اللي صار في خلال كل المدة الفارطة في المنطقة أثبت أنه، وهذا يقوله الصهاينة قبل أن نقوله نحن، هم يقولون خبراءهم كان نقرأوا اليوم شنو كتبت يدعو تحرنوا تصبح كتبت ما مفاده اللي حتى هذا الذي جرى في لبنان لن يوصل للأهداف. خطأ شنو الأهداف فيه كانت؟ الهدف الأول هو ردع حزب الله كما يقول الصهاينة، اللي هو توعد بالرد بعد العملية بطبيعة الحال. الهدف الثاني اللي باش الناس يفهموا، شمال فلسطين الكل من نهار 8 اكتوبر من اللي دخل حزب الله في المعركه اسنادا لغزه، شمال فلسطين اخلي عشرات المستوطنات اخليت من سكانها. شمال فلسطين بالنسبه للصهاينه هو الشمال، هو اللي فيه التجاره، هو اللي فيه السياحه، هو اللي فيه المنشات الاستراتيجيه، وهذا الكل خاوي، وولادهم ما يقروش، وسكانهم تم إخلاءهم ومسكنينهم في الفلوت للفارغة ومسكنينهم في المدارس. هذايا بالنسبة لهم محاولة لإعادة يعني إسكان سكان الشمال في منطقتهم. الهدف الثالث كان تسويق انتصار الجبهة الداخلية نتاعهم، لكن هل أنه هذا انتصار ولا تو نشوفوا احنا بالوقائع اللي هذايا ما نجمش يكون. الحاجة الأخيرة هي طي صفحة الآثار السياسية والإعلامية السلبية اللي تعرضت لها صورة الصهاينة خلال الأسابيع والأيام الماضية، وخاصة أنهم مراهنين على تأجيل كل شيء إلى ما بعد الانتخابات الأمريكية. بالنسبة لهم الوضع لازم يقعد متأرجح في غزة ويقعد متأرجح في لبنان حتى لين
توفى حكاية الانتخابات الأمريكية على أمل أنه الحكومة الصهاينة تستطيع أن تثبت إلى هذا إلى ذلك إلى ذلك الوقت. دونك الحكاية ياسر معقدة، وأظن أنه خلال ساعات يظهر لي غدوة العشية أعلنت المقاومة اللبنانية أنه أمين العام لحزب الله سيلقي خطابا. من المفروض أن تكون التحقيقات الأولية تكون تقدمت شوية، يعني ثم بيانات باش تتقدم وثم إشارات سياسية باش تترسل، مع ملاحظة أخيرة قبل أن أختم. نعم. على خطة صار تهويل، راه المقاومة اللبنانية لا تشتغل بهذه الأجهزة في تنظيمها العسكري، وانتم تتفكروا قامت القيامة في حرب تموز 2006 على خاطر هذه ظاهرة غريبة لا توجد في لبنان. المقاومة الإسلامية في لبنان لها شبكة خطوط أرضية سلكية تتعامل بها، وليست على علاقة بالمنظومة القائمة في الدولة. ما أنا عندهم شبكة سلكية نقول احنا فيكس خاص بهم هما، وما هما حتى حد ما هو أبوني فيه كان هما. ودائر قامت القيامة وقتها ودخلوا الأمريكان ودخلوا حاولوا يفرضوا يعني اقتلاع هذه الشبكة، ما صارتش. دونك الأثار بالنسبة لي أنا أعتقد أن ستكون أثار للأسف ثقيلة على 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 المواطنين، ولكنها لن تكون أثارا كبيرة على جسم المقاومة. وحسب التصريحات ومن البارح قاعدين تبعوا التصريحات للكيان الصهيوني في حد ذاته، فإنه وهذا قالوا صراحة، فما زوز عناصر من المقاومة اللبنانية اكتشفوا الخطة متاع التفجير، فقوا بما يحدث بالبيجر، فالكيان فضل وذهب البارح إلى التسريع في تنفيذ التفجير وتغيير التوقيت، لأنه الهدف كان بالأساس مبرمج في عملية عسكرية، كانوا ناويين يستهدفوا عملية عسكرية لحزب الله، فالبارح كيف يقوا بهم قاموا بالتفجير. في الأثناء نرجع لك للصفقة في حد ذاتها، الموساد الإسرائيلي هل اخترق الصفقة قبل وصولها إلى حزب الله؟ وصلت مفخخة إلى المقاومة بلبنان أم ما ذهب إليه البعض؟ ديما كان نظرية المؤامرة، وفما من اخترق في حد ذاته المقاومة في الداخل. نعم. لا، هو معناها ثم أمور يقبلها العقل وثم أمور ما يقبلهاش العقل. مش بعد أنت ما توجه بعد ما توزع أجهزة على منتسبين أو على متعاطفين أو على كادر قريب منك باش تجي تقول بالله عاود رجع لك التليفون اللي عطيتهولك ولا هيك الجهاز خلي نحط فيه حويجه ونرجعه لك. لا، العمليه معروفه اللي هي عمليه، وهذا بالمناسبه ينبغي ان نفهم. أيوة. وما نستهينوش بالعدو في الحكايه هذه، لانه العدو في المستوى التقني ومع اسناد كبير من الدول الكبرى عنده قدرات يا اخي باش يحيل وباش يلقى حل كيفاش يعترض الشعب الجاي. مش جديد عليه، كان الكيان الصهيوني كان يخترق سابقا هواتف النقاله وفكره الجريمه بالمناسبه زاد راهي مش الناس اللي تضرروا من العمليه هذه، ما هو مش راهو كما فهموا العباد المقاتلين نتاع حزب الله، ثم بيئة كاملة، لكن شوف النتائج السياسية نتاعها وسنرى ذلك خلال أيام، سنتذكرون هذا الكلام. نورمالمون حسب ما يتوقع الصهاينة هذا باش يؤدي إلى فجوة بين المقاومة وبين بيئتها، أنا أعتقد العكس، هذا سيقوي التلاحم. نعم. بين اللبنانيين وبين الشعب اللبناني كله وبين المقاومة. البيجر اللي راهو يعمل بالترددات الراديوية، لا يخدم لا بالانترنت لا بالساتلايت كما قاعدوا يحكيوا، وهو معمول به داخل الأجهزة هذه من عام 1949. الأجهزة الطبية بالأساس كانوا يتواصلوا بها الطبيين، بعد دخلت إلى المدنيين ثم أخذها حزب الله. في علاقة بمصدر الأجهزة هذه زينة، قال كونه الشركة التايوانية هي اللي متورطة في العملية هذه، فالشركة انفت على لسان مديرها في مؤتمر صحفي، اللي قال كونه هذه ما هيش منتجات شركة جولد أبولو التايوانية، إنما هي من صنع شركة أخرى مجرية، يعني التجهيزات هذه تصنعت في المجر في القارة الأوروبية، ونعرفوا ونذكروا كون المجر هي كانت أول دولة أوروبية أعلنت نيتها نقل سفارتها إلى القدس المحتلة، ونعرفوا علاقاتها مع هذا الكيان الصهيوني الغاصب وممكن تأثيرها. فما مثل يقول طابخ السم آكله، الأيام كفيلة بإثبات هذا الأمر. هذا اللي سألتكم من الأول، الأمر أو الشبهة بالأساس محصورة بين الشركة المصنعة والشركة اللي قامت بالشحن وبطريق الشحن في حد ذاته، طريق البحري أو الجوي اللي وصلت منه واللي تم نقل منه الأجهزة هذه، هذا وين نجم يكون صار الاختراق ربما وتغيير الأجهزة؟ يلزمنا نوثق شوية في أنه وقت اللي يتكون تنظيم، وتنظيم منذ عقود يقاتل أكبر قوة إقليمية غازية وغاصبة في المنطقة، ما زمناش نتوقعوا اللي هم فقط قوتهم في التدريب العسكري.
يعني أنا أفترض أن التحقيقات الداخلية التي ستجري داخل الأوساط اللبنانية ستصل بسهولة إلى تحديد المسؤوليات. تحديد المسؤوليات واضحة اللي هي خارج حدود لبنان. هذا يجب نكونوا فيه واضحين. ما نجموش نشككوا احنا في جسم المقاومة وفي الكادر بتاعها. وهذا الأمر المنطقي. تبقى اشتريت ضمائر أناس منذ البداية في حلقة التصنيع أم في حلقة الشحن. هكي مسألة في نهاية الأمر هي لا تغير شيئا. لا ما عدا تحميل المسؤوليات، لكن في كل الحالات ستكتشف الحقيقة. وفي كل الحالات التكتيك في حد ذاته متاع المقاومة وجب أن يتغير، الاحتياطات وغيرها في علاقة بما حدث البارحة. على إثره شركة الطيران العالمية أعلنت تعليق رحلاتها إلى الشرق الأوسط وسط تصاعد التوترات الأمنية البارح، وخاصة أول شركة تقريبا بهدرت هي شركة الطيران الألمانية. أيضا الخطوط الجوية الجزائرية علقت رحلاتها من وإلى لبنان حتى إشعار آخر. ألمانيا من أول معلقة ذولا مددت التعليق علقت إير فرانس إير إنديا كل علقوا من وإلى تل أبيب. وفمش كون علقت رحلاتها من بيروت من وإلى بيروت شركات رحلات أخرى في خطوة مشابهة تقريبا حتى ترانزافيا وغيرهم كلهم علقوا رحلاتهم حتى إلى عمان. ترانزافيا علقت رحلاتها عمان وبيروت البارح إلى حين إشعار آخر في حتى ينجلي الغبار. فما شركات طيران اتخذت تدابير. الباسيفيك مثلا ايرلاينز الغت رحلاتها المارس 2025 بارح اعلنت تعليق رحلاتها وغيرها راينير وغيرها الكل العربيه وايضا الاجنبيه. هذا علاش واستحذيرات متزايده بشان مخاطر الطيران في اجواء تتاثر بالنشاط العسكري ما يعرفوش ردود الفعل نتاع المقاومه سواء في حزب الله او ايران اللي ربما خاصه مع العمليه زينه اللي كانت البارح كما قلنا عمليه نوويه. يعني شفنا التفجيرات في برشا اماكن في الشارع في المغازات في من شمال لبنان الى بالضبط من شمال لبنان الى جنوبها. فان شاء الله الحقيقه تظهر وراء هذا الاختراق مش كما صار في انفجار مرفا بيروت في 24 اللي حتى التوى وما زالوا الاهالي في لبنان يحتجوا ويطالبوا بكشف الحقيقه وبمحاسبه المسؤولين وراء كارثه مرفا بيروت. على كل خطوه ما كانتش متوقعه الحقيقه بالاساس كنا نستنوا في الرد خالد كرونا من المقاومه وهي تحضر في التحرك العسكري. الكيان الصهيوني كعاتو نجم تتوقع منه المقاومة ردت معناها هذا ربما نجم نفهموه ما ندخلوش في التفاصيل ما هذا ربما هو رد على الرد لأنه الشيء اللي صار أو تخوفات الشيء اللي صار على القوة 8200 رغم اللي هم ثم تكتم صهيوني كبير ثم تقارير أوروبية أوروبية وليست تقارير من المقاومة تقول اللي ثم 28 ضابط تم يعني إنهائهم بتلك العملية. ويجب نفهموا اللي هذه أقوى وحدة تجسسية تهتم بكل الشرق الأوسط واللي هي تم إحداثها قبل إعلان قيام الكيان الصهيوني. يعني أقدم وأقوى فرقة مخابراتية ربما في 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 المنطقة كلها. كنت على أي حال بالبنت العريض. شكرا خالد كرونة. شكرا رفيق قدرتي. استوديو الوطنية فضاء مفتوح للقاءات والمتابعات. تحياتنا لكم مرحبا شكرا على اختياركم موجات الإذاعة الوطنية. هذه استوديو الوطنية متواصلين معكم حتى للماضي ساعتين غير دارجين. ضيفنا اليوم في الانترفيو عضو هيئة الانتخابات ماضي ساعة وربع ينضم لنا أيمن بوغطاس كل الاستعدادات وكل تفاصيل انطلاق حملة الانتخابات الرئاسية في الانترفيو بعد شوية. ما توا وقايت عينك على الإدارة وكالة النهوض بالصناعة والتجديد نظمت اليوم ندوة صحفية جمعت فيها الشركات الصناعية عدد من الشركات المعنية طبعا بالتطور التكنولوجي بالشراكة مع بنك تمويل المؤسسات المتوسطة والصغرى والمدرسة الوطنية للمهندسين والكونكت منظمة الأعراف. أكثر تفاصيل تود سويت في عينك على الإدارة مع ذي أدي الكريفية. عينك على الإدارة. مرحبا زينة تحياتي لك ولكل مستمعي الإذاعة الوطنية. أنا موجود حاليا في وكالة النهوض بالصناعة والتجديد. الوكالة نظمت اليوم ندوة صحفية حضروا فيها عدد من الفاعلين الصناعيين خاصة المؤسسات الصناعية المعنية بالتطور التكنولوجي. اليوم تم الإعلان عن صالون فابتك أفريكا إكسبو. الصالون هذا يهم مزدي الخدمات التكنولوجية والشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا خاصة. معنا مدير الصالون أيمن بن سليمان. صباح النور سي أيمن.
صباح الخير ومرحبا بكم. شنو برنامج الصالون هذا ووقتاش هو وفين باش يصير؟ دونك فابتيك افريكا اكسبو 2024 باش يصير ان شاء الله انطلاقا من يوم 23 اكتوبر 2024 حتى ل 26 اكتوبر بقصر المعارض بالكرم. ان شاء الله باش يشهد مشاركه العديد من المؤسسات الصناعيه الرائده في تونس, كيف باش يشهد مشاركه كبيره لمصدر الخدمات التكنولوجيه, الشركات الناشطه في مجال التكنولوجيا واللي عندها حلول في مجال الخدمات الصناعيه. كما تعرفوا اليوم اي ابتكار في العالم هذايا وفي المجال التكنولوجي عاده ما يخرج من الستارت اب. فما دي ستارت اب اخترناهم احنا ووجهنا لهم الدعوه لانه متاكدين كونهم عندهم ان بوتنسييل كبير وباش يكون عندهم ان امباكت كبير ان شاء الله على الصالون هذايا. وفما دي ستارت اب باش يسجلوا ويشاركوا معنا باش يعرضوا الخدمات اللي يوفروها في المجال الصناعي. كيف زاد تمت يعني دعوه مراكز البحوث من خلال كليه الهندسه اللي موجوده في تونس, وكيف تمت دعوه لتكنوبول اللي متواجدين في مختلف مناطق الجمهوريه باش يشاركوا معنا. هذوما شنو الهدف من البرنامج؟ شنو باش يربحوه كما نقولوا؟ الهدف هو تشبيك بين المؤسسات الصناعيه وبين مصدر خدمات التكنولوجيا. اليوم كما تعرفوا الهاجس الكبير للشركات الصناعيه هذه هو التحول نحو الصناعه الذكيه باش تحافظ على مستوى التنافسيه نتاعها في الاسواق التونسيه والخارجيه. كيف اليوم فما تحديات كبيره, تعرفوا العالم قاعد يشهد في تحولات تكنولوجيه كبيره وبنسق متسارع برشا. كيف زاد التحولات من الناحيه الايكولوجيه والبيئيه, اليوم نحكيوا على لومبرانت كربون والمشاكل اللي نجموا يلقاوها اليوم المصدرين التوانسه نحو السوق الاوروبيه بعد الاتفاقيات اللي صارت مؤخرا. كيف من الناحيه الطاقيه فما هاجس كبير عند مؤسسات صناعيه من ناحيه التكلفه الطاقيه والتحول الطاقي اللي ولا يمثل عبء كبير اليوم على المؤسسات الصناعيه. الحلول هذه من المشاكل هذه الكل ما تنجم تجي كان من التكنولوجيا ومن الستارت اب. دونك احنا هذيك علاش من البرامج هذه باش تحطوا انتم النقاط على الحروف وتعرفوا روحك, خاصه معناتها باش يكون المعرض هذا يجمع بالضبط. احنا باش نشبكوا لاول مره المجال الصناعي والشركات الصناعيه بمصدر خدمات التكنولوجيه, ونحاول نمثل الدوله معك. فما البنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطه, لابي هي وكاله النهوض بالصناعه. الحقيقه البي اف بي ام او باش يشارك في البي تو جي, لابارتي بي تو جي باش يجاوب على العديد من الاسئله تاع الشركات التونسيه اللي موجوده في وسط الصالون اللي ناقصتها تمويل كما نقولوا. فوالا اللي ناقصتها تمويل ولا اللي تبحث على تمويل في المجال هذا. كيف هما دعمونا يعني في تنظيم الصالون هذايا. فما الوكالة التونسية للتكوين المهني زاد كيف قاعدين نخدموا على لي كونفونسيون اللي تنجم تصير بين المؤسسات الصناعية وبين الوكالة في ناحية من ناحية اليد العاملة اللي تنجم توفرها الوكالة التونسية للتكوين المهني للشركات الصناعية. تعرف اليوم فما دي بيزوان كبار في مجال اليد العاملة, واكبر هيكل اللي نجم يعاون مؤسسات صناعية في تكوين اليد العامله المناسبه هي التي اف بي اللي هي وكاله التكوين المهني. بعض الطلبه زاد ايضا موجودين, بعض الطلبه استدعينا مراكز البحث اللي موجوده في الجامعات التونسيه العموميه, استدعيناها بصفه مجانيه, نحبوا يكون عندها كلمه, نحبوها تعرض البحوث نتاع الطلبه اللي صارت في المجال هذايا واللي تنجم تفيدنا برشا في المجال الصناعي ان شاء الله. الف شكر. دونك اللي يسمع فينا وقتاش باش يجيكم؟ يجينا من 23 الى 26 اكتوبر بقصر المعارض الكرم, والمزيد من المعلومات تنجموا تدخلوا على الموقع نتاعنا www.fabtechafricaexpo.com. ألف شكر سيدي. عايشك. عينك على الإدارة. كانت هذه فقرة عينك على الإدارة, وإلى هنا توفى ساعتنا الأولى. موصلين معكم بعد الأخبار عودة في تفاصيل إعدادات واستعدادات وانطلاق الحملة, حملة الرئاسية 2024 مع عضو هيئة الانتخابات أيمن بوغطاس. أيمن بتاعنا, أيمن تنفور كيف الله ومازال في الإخراج, رامي مجهول في التنسيق, زاهر بن حميدة وأدالي ناصري شكرا, أمنونا لايف ستريمينج رفيق دريدي سامي العرفاوي وذي أدي الكري في فريق الإعداد, خالد كرونة في التحليل رفقني يوميا. شكرا جميعا, راجعين بعد الأخبار. هذا استوديو الوطنية. الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.